احنا معانا على التليفون دكتوره اسماء الليسي، طبعا عشان نبارك لها في البدايه. هي طبيبه في الهيئه العامه للرعايه الصحيه في الاسماعيليه والفائزه بجائزه الامم الناميه عن بحثها حول اورام الجهاز الهضمي. يا دكتوره صباح الخير والف الف مبروك. صباح النور يا فندم، الله يبارك في حضراتكم. يا اهلا بيكي. اورام الجهاز الهضمي من الاورام الشائعه، وطبعا العلاج الكيماوي من المعروف ان له تاثيرات على حاجات كتيره جدا، فبادره امل الناس هتفرح جدا ومبسوطه بوجود بحث زي بحث حضرتك. عايزين نفهم اكتر عن هذا البحث والفكره القائم عليها بتفاصيلها. البحث ده كان بيناقش دور الكيماوي في علاج نوع معين من اورام الجهاز الهضمي اسمه نيورو اندوكراين تيومرز، وده عباره عن نوع من الاورام عباره عن خلايا غدد صماء بتتفاعل مع الجهاز العصبي فبتنتج هرمونات. فمن المعروف طبعا الفترة اللي فاتت ان العلاج الكيماوي اصبح ركيزة من ركائز العلاج في الاورام، ولكن كان في جدال بخصوص مدى فعالية استخدامه الفترة الاخيرة في علاج النيور اندوكراين تيومرز، فدي كانت النقطة الاساسية في البحث بتاعي الحمد لله. فتم عمل الاحصائيات اللازمة والتحليل الاحصائي واستخراج النتائج بخصوص النقطة دي. أكيد أبحاث كتير اتعملت بخصوص علاج الأورام، وانتي لما تقدمتي للمسابقة كانوا أكتر من 1200 بحث متقدمين، وصلتوا لتصفيات يمكن وصلتوا ل 450 بحث، وصلتوا لخمس أبحاث في الآخر من خمس دول، والبحث بتاعك اتكرم وفاز. قولي لنا بقى المراحل اللي انتي مريتي بيها دكتورة. والله المراحل، أول مرحلة خالص هو أن أنا أقدر ألاقي أتوصل لفكرة أطلع منها بنتائج مفيدة تفيد مرضى الاورام وتفيد الجايد لاينز الحاليه في علاج النيو اندوكراين تيومرز. وبعد كده قدمت للمؤتمر عشان البحث يتعرض عادي خالص، وبعدين البحث اترشح لجائزه الامم الناميه، وبعدين دخلت في مراحل التصفيات، وهناك في المؤتمر الحمد لله اتكرمت من ضمن الاربع من ضمن الخمس باحثين الفائزين بالجائزه دي. انا عارف انه ممكن يا دكتوره يكون مش في تخصص حضرتك قوي، لكن امتى ممكن نشوف علاج لاورام الجهاز الهضمي غير الكيماوي؟ هو ده بيحتاج ايه؟ هو العلاج علاج الاورام مش موحد، وكل كل مريض بيحتاج خطه علاج مختلفه عن المريض عن مريض تاني. ده بيعتمد على تقييم الطبيب المعالج لحاله المريض، حالته الصحيه ونوع الورم نفسه ومدى استجابه الورم ده للعلاج الفلاني. فبالتالي مفيش خطه علاج موحده لمرض السرطان، بس طبعا الخطوط المعترف بها او زي ما قلت الركائز الاساسيه لعلاج الاورام هي يا اما استئصال جراحي لو كان ينفع الاستئصال، العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي، ولكن كل نوع بيبقى ليه خطه علاج مختلفه، وكذلك كل مريض بيحتاج خطه قد تختلف عن مريض اخر. دي مش اول مره ليكي يا دكتوره تفوزي بجائزه في العلاج البديل للسرطان. السنه اللي فاتت في مؤتمر برلين كان عندك برضو المركز الاول في بحث خاص بسرطان الثدي. بنت شمال سيناء يعني مهتمه جدا بالدراسات ومهتمه جدا بالمشاركه في المسابقات الدوليه. حقيقه ده يعني ده شيء يسعدني، خصوصا ان انا مهتمه بالبحث العلمي جدا من ايام سنين دراستي في الكليه، والفوز بالمسابقات ده بيديني دافع ان انا مش بس اكمل واستمر، بالعكس ان انا احاول انشر المعرفه وان انا اساعد الدايره اللي حواليا او اي حد مهتم برضه ان هو يمشي في طريق البحث العلمي ويشارك في المؤتمرات الدوليه، وده شيء يسعدني جدا ويديني دافع. المؤتمر السنه اللي فاتت انا قلت قبل كده ان مؤتمر برلين انا قلت ان هو مش هيبقى اول، يعني هو كان اول مؤتمر قلت مش هيبقى اخر مؤتمر، وده حصل بالفعل. بالعكس بعد شاركت في اربع او خمس مؤتمرات سافرت وحضرت هناك وقدمت ابحاثي بنفسي، وغير مؤتمرات برضه شاركت فيها اونلاين لاني ما قدرتش اسافر. فبس يعني الفوز بالمسابقات على التوالي ده بيديني دافع ان انا اكمل واستمر في اللي انا بداته حقيقه، وده شيء بيدعو يعني بيخليني فخوره ان انا بفوز، وان انا حابه ان انا انشر العلم اللي انا بتعلمه.
اكيد كل وكذلك تشجيع السيد اللواء محافظ شمال سيناء ليا، ده بيديني برضه دافع في كل خطوه بخطوها، بلاقي تشجيع من السيد اللواء محافظ شمال سيناء وكذلك مشايخ وعواقل ونواب شمال سيناء وكل اهل شمال سيناء، فانا سعيده حقيقي جدا. واحنا كمان سعداء وفخورين جدا بيكي. بيكي طبعا، وبالتوفيق في اللي جاي. يعني بتقولك السنه اللي فاتت كان عندها مؤتمر، السنه دي السنه اللي فاتت برلين، السنه دي برشلونه، نشوف بقى هنروح ان شاء معها الله ربنا يوفقها انهي دوله اوروبيه السنه الجايه ان شاء الله ببحث مختلف. كل الشكر ليكي الدكتوره اسماء الليثي الفائزه بجائزه الامم الناميه عن بحثها حول اورام الجهاز الهضمي. شكرا جزيلا ليكي والف مبروك.